ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأحبة إن شاء الله كيتسامبون كتاب السنة والرد على الجهمية. إن شاء الله كتاب uh, السنة اخواني كتاب uh, ان شاء الله كتاب السنة يان طبعا يان كتاب السنة سامة تحقيق يعني تحقيق الرياشي يان سلف عاشي إنا كان أثر عاشنا إنا تنجو دي لبه بانداي داري إمام عبد الله سباتو إخواني سايز لبه كان نا, شاء الله نا بaca, نا كتاب السنة ساي نصيحة كان تحقيق الشيخ عادل الحمدان كتاب السنة تحقيق الشيخ عادل الحمدان سبنانيا لبه الشيخ عادل Sebab dia satu jilid. Satu jilid ada semua. Baik. Uh, Kalau dalam nuskha ini, ni jilid kedua. Jilid kedua, kita dah sampai uh, kita dah sampai asar uh, 980. Tapi tengok betapa tahqiq ni kadang-kadang banyak sangat. Hanya, okey, muhakkak ni, muhakkak ni al-riyashi, لبه كبعد من جاته كان أثر سلف الشيخ عادل الحمدان جزاه الله خيرا كلو نسخة أتبون كت كان أتبون تحقيق الشيخ عادل طبعا دي سماه إمام عبد الله شو مريسه تجلي الشيخ عادل الحمدان كلو سببون قالوا دين أتكراب دي تكراب من ده بفائده ما أنا بعњ كلم بها الاخواني تحقيق الشيخ عادل ديت ابانيا، قالوا ديب تشكا بوندي، اكن تشكا مونديان، اكن من, من يوكوم اثر يندي بوا واليه الامام عبد الله. شونتو، دلم الشيخ عادل الحمدان بلاده مسؤول بهاغيان المرجئه. امم؟ بها بهاغيان نيم، بهاغيان ابو، شيخ عادل، دلم تحقيق دي، اه شونتو، سئل عما جحدته جحمي الضلال من كلام رب العالمين. قالوا شيخ عادل الحمدان دي أكانتروس باوا أثر أثر يا الإمام إمام عبد الله شونتو الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال من زعم أن الله لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه الشيء الإمام عبد الرحمن بن مهدي قولوا إمام أحمد من دعوة الله سبحانه وتعالى تي دأبر تشاكا النبي موسى ما كنا 100 تأبر توبة كبوديان الشيخ عادل تروس دبوا عادل الاجري كتب فمن زعم ان الله لم يكلم موسى رد نص القران. اثر إني اثر صحيح. الشيخ عادل الحمدان جزاه الله خير، ابتدا اكل برتيكا كان اثر. الشيخ عادل ابتدا اكل برتيكا كان اثر. تابيدي اكم من يوكو اثر. لينكن دابا علماء لاين سيبوتي كتاب الاجري، اتابون كتاب ابن بطه الابانه الكبرى. كان له تحقيقني جانا باتشي ابيدتوليس بما سيت اباتشي. Sebab dia akan kritik. Asyik kritik apa yang Imam Abdullah bawa. Sebab tu saya ikhwan ni, saya galakkan sangat lebih baik kita insyaAllah beli kitab sunnah dia satu jilid. So insyaAllah saya ada kalau orang nak beli, saya ada lagi lima naskah insyaAllah. Baik, kat sini kita tengok dah sampai Athar 980. Iaitu hadathani abi qala al-imam. Qala al-imamu Abdullah ayah aku Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي طيب ما شاء الله قولوا الامام احمد حدثنا منصور ابن سعد عن عمار مولى بني هاشم قال سالت ابا هريره عن القدر فقال اكتفي منه باخر سوره الفتح عمار مولى بني هاشم طيب كنت آه الامام الشيخ آه عادل حمدان آه كتا كتاب كتاب آه الشيخ عادل الحمدان كتاب آه مكسور مكسور طيب طبعا الصلاة الشيخ عادل ما شاء الله شيخ عادل الحمدان قالوا باء الصلاة دي بوا علماء سلف. بتابعوا علماء سلف وغيرهم او غاي كان الصلاة. سبحان الله. تيغون شيخ عادل بالباء تارك الصلاة قال وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله ها هنا صريحة في تكفير تارك الصلاة بالكلية سواء تركها جحودا أو كسلا وتهاونا. تيجوا الشيخ عادل جزاه الله خير. memudahkan urusan kita berdakwah. Syekh Adil kata, memang orang yang tinggalkan salat sama ada tinggalkan juhudan kerana dia tolak ataupun malas ataupun dia tak ada masa melengahkan memang kafir. Huwal kufru kufr wa asy akbar La annahu al-kufr al-asghar. Tapi syirik yang besar kalau tinggalkan salat. Tapi kalau tengok kitab ni, Allahu akbar. دي أكن شارب على لسان اه بو كان كفر ينبسط اسباب آه مداخله مدجنه الشيخ عادل حمدان لاقي سبحان الله طيب طيب آه راسنياك لو كتاب الشيخ عادل الحمدان اني يا سلام في عمرو بن عبيد يا الله كتاب مسو بهجين اقوى ولا ما كتب بس العمر بن عبيد يا الله طيب ايوه. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب. ايوه. ني كلو كتاب عادل الشيخ عادل. ني اثر اثر يعني كتابات شو؟ ابو عمر رضي الله عنه. سدا بالخطبه. تيبو تيب ادى ادسوغان بو بصا ينتق هاتي. سوس كراني كتابا ما بها نعم. ني. اكتفي منه باخر سورة الفتح. ما شاء الله تيجوا ترس ترس الشيخ عادل الحمدان تيجوا أثرني سني أو كده أخرجه أه... الخلال طيب طيب إن شاء الله جديك لو كتاب أه... تحقيق الشيخ عادل كده ده ماسو سميلان قصون توجه أه... مكسورة أمبارات تستيقبل طيب لابسيني اثار سميلا لابانكوسون طيب هذا التعدي كلام عن صحابه ين بلي كتاب السنه الشيخ عادل الحمدان راسين فوزيه بلي كتاب الشيخ عادل كان. وعليكم السلام ورحمه الله خير ايضا طيب Mana sahabat ramai tak masuk ni? Tapi so, kita sambung dulu insya-Allah sebab kita terpulang orang masuk. Kalau tak masuk, uh, nah. Akhir Akhi Hanazi saya jual 130. Minta maaf agak mahal sikit sebab shipping dia sangat. <laughs> shipping lepas tu baru ni kotak hilang. Tapi alhamdulillah jumpa, jumpa di Bangkok. <laughs> jadi tapi insyaallah saya, saya memang jual 130 tak lebih daripada itu insyaallah. Baik. Uh, cuma kita nak tengok kat sini Umar, Bani Hashim. Siapa dia Ammar? Ammar, Maulana Bani Hashim. نعم عمار آه, سبني عمار مولى بني هاشم كتاب كنا جوا ديان ديان ثاني ابو هريره رضي الله عنه عمار ابن ابي عمار ايوه نعم دياني عمار ابن ابي عمار كما ذكره ابن حبان نامري أبو محمد طيب كتبتوا لي سكي أه, عمارني نامري عمار ابن أبي عمار أبو محمد أه, عداده في أهل مكة يروي عن أبي هريرة له دياني أنا أريد أبو هريرة وأبي قتادة وكان يخطئ روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن سلمة مات في ولاية خالد سبحان الله دي جورو عمارني عمار أدله جورو كبار شعبة ابن الحجاج دان جورو كبار حماد ابن سلمة رحمهم الله تعالى أو دي سمبق أبو هريرة سمع من juga dengan ابن عباس سمبا دنجان من ابن عباس وعمران بن حصين اوه ديسمبا دنجان عمران بن حصين وايضا سمع من ابا حب البدري روى عنه عطاء بن ابي رباح ويونس بن عبيد وحميد الطويل وشعبه ما شاء الله اوه روى عنه شعبه وحميد الطويل وحماد ابن سلمة ما شاء الله سند ينقوني ما شاء الله عمار وهو ثقة كما قال ابن أبي حاتم الرازي وثقه وثقه ابن حبان وابن أبي حاتم والإمام أحمد قال عمار ابن أبي عمار أبو عبد الله المكي أتقن أبو محمد مكي مكي قال صالح أنا إمام أحمد صالح سمعت أبي يقول عمار مولى بني هاشم أو أبو عبد الله أتبن أبو محمد قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل قيل له محمد بن زياد ثقة قال ثقة قال ليس أحد أروى عنه عن حماد بن سلمة وعن عمار بن أبي عمار إلا أن عمارا يختلف فيه وهذا لا يختلف عنه ما شاء الله دي أدى أه محمد بن زياد بون أم عمار قال أبو داود قلت لأحمد ابن حنبل عمار الذي روى التيمية عنه عن ابن عباس في الدم قال نراه عمار ابن أبي عمار يروي عنه في الدم أنواع نعم هو هو ثقة إخواني نعم قال أبو داود قلت لأحمد ابن حنبل عمار ابن أبي عمار روى شعبة عنه حديث الحيض قال نعم ما شاء الله إخواني تنقوا بتابة يا إمام أحمد إمام أحمد إخواني إمام في الرجال إمام أحمد رحمه الله إمام إمام في علم الرجال أغنى ثاني إمام أحمد رواية سبوا يا أنبي حديث عمار حديث داري دا عمار ابن أبي عمار دلم باب الحيض بكت الله أكبر اللهم احشرنا مع الإمام أحمد يا رب وكان عمار ابن عمار يغسل الموتى ميمان تركنال Ammar Ibn Abi Ammar ni Memang dia orang al Mauta Dia mandikan mayat ha, Jadi kita kenal dia Yurassil Al-Mauta Memandikan jenazah orang ha, Jadi kita boleh ingat eh? Ammar Ibn Abi Ammar Rawa'anhu Syu'bah Wa Hamad Ibn Salama Wa Rawa'anhu al Tawil Baik. Jadi dah kenal eh حتى قال عبد الله سألت أبي عن عمار ابن أبي عمار فقال ثقة ثقة إذن ثقة ثقة هذا ثقة طيب قال عمار مولى ابن هاشم قال سألت أبا هريرة أكتاني أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة والصحابة عن القدر أكتاني أبو هريرة من قدر فقال اكتفي منه بآخر سورة الفتح شكو باقي انكاو باتشا اخر سورة الفتح سبحان الله طيب كتاب باتشا جون كتاب باتشا هو سورة الفتح سبرتي مانا وصية ابو هريرة رضي الله عنه تقول اخواني صحابة بلا باقي وصية الله اكبر بقان وصية يعني تروس بقان وصية صحابة طيب يعني اي امانة يعني أي يعني محمد رسول الله من سوره هجم سوره الفتح ابو هريره رضي الله عنه كتب هذا عمار ابن ابي عمار انتم مهامي قدر باتش يعني طيب محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا طيب طيب إخواني يعني uh, طيب أبكَه أبكَه بُكْتِي yang kita boleh belajar daripada ayat سَبَبُ boleh Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu an pesan kepada Ammar Ibnu Abi Ammar supaya belajar al-qadar melalui ayat ni? Siapa boleh tangkap? Hmm. Siapa boleh tangkap ikhwani? Kenapa dalam ayat ni kita boleh belajar dan percaya kepada takdir Allah? Hmm. Siapa boleh tahu? Aina Syekhuna Abu Rayyan Barakallah fiqh Akhi Amil MasyaAllah Syekh Amil Istiqamah MasyaAllah Kenapa ikhwani? Uh -huh. Bagaimana kita nak tahu Bagaimana kita boleh belajar Dan dapat Pengajaran Mengenai Allah dah takdir semua melalui ayat ini Bagaimana? Apakah poin dia? Siapa tahu. Baik, saya kata. Ramai tak tahu kenapa tak jawab. Saya bagi tahu ikhwani ayat ni Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, تفضل اخي wahyu. Dia kata perilaku sahabat Rasul telah digambarkan dan ayuh, barakallahu fik. Ayuh. Tepat sekali saudara Wahyu. Ayuh akhi Abrian, au oh, tak apa-apa. Anta apa. dalam kitab surah. Ayuh, seperti mana kata akhi Wahyu, Allah Subhanahu wa ta'ala dah kata sikap dan sifat ciri-ciri sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri mereka dah ada dalam Taurat dan Al Injil. "Dzalika mathaluhum fi at-Taurati wa mathaluhum fil Injil." Maksudnya apa? Ciri-ciri sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis sebelum mereka lahir Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebut ciri-ciri mereka dalam at tawra dan dalam Kitabul Injil Allahu Akbar Apa maksudnya? Tafadalu. Apa maksudnya? Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pasal sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? ذلك مثلهم في التوراه. ذلك مثلهم في التوراه. ما سو تشيري تشيري صحابه نبي محمد صلى الله عليه وسلم تلَه ادى دان تلاح ترتولس تر تل كتاب التوراه دان انجيل سبلهم الله سبحانه وتعالى شبت امريكا سبلهم امريكا لاهر كبعد الدنيا اني الله سبحانه وتعالى تلَه تليس دلم اللوح المحفوظ. At-Taurah seperti mana hadis sahih yang kita baca sebelum ni Naam akhinaz hawariyun tapi yang penting mereka ni ahsant naam al-hawariyun ahsant, mereka ni telah tertulis sikap mereka ciri-ciri mereka telah tertulis dalam suratan Allah Nampak tak kebijaksanaan Abu Hurairah radhiyallahu an Kebijaksanaan Abu Hurairah nak belanja takdir تينو الله سبحانه وتعالى سبو تشيري تشيري صحابة دلم سورة الفتح أي تراخير أي دوبلو الله كنابو كرنا تشيري تشيري صحابة بارك الله فيك سيتشارة يوري نعم أخي وحيو شيخنا شيخ وحيو سيتشارة يوري أورا يهودي لبه موده جدي صحابة تبي الله سبحانه وتعالى كامريكا أنت كفر سبحان الله نعم Kenapa ikhwani akhi wahyu kata begitu? Ada kebenaran dalam kata akhi wahyu. Tahu tak kenapa ikhwani? Kerana uh, Anas radhiyallahu an pernah mengeluh. Anas radhiyallahu an hidup di zaman dia hidup lama. Dan Anas radhiyallahu an sempat di zaman pemerintahan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj banyak ganggu Anas. Anas radhiyallahu an menangis bila Al-Hajjaj melewatkan salat. Yani Al-Hajjaj banyak ubah sunnah. Eh? Dan saf tidak rapat dalam salat. Berlaku di zaman Anas. Maka Anas menangis. Ikhwani Anas radhiyallahu an sahabat Nabi tidak salat di masjid. Dia salat sendiri. Kerana Al-Hajjaj ketika itu melewatkan salat. Dan tidak ikut sunnah. Maka bila Anas menzahirkan sunnah Nabi bahawasanya salah melewatkan salat dan salah berlaku salat tak rapat saf Maka Anas banyak diganggu sehingga Anas radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi law kuntu baina al-yahud wa law kuntu sahib Musa la rafa'ani al-yahud 'ala ru'usihim." Anas radhiyallahu anhu kata, "Adakah kerana aku sahabat Nabi Muhammad kamu tak hormat aku? Kalau aku menjadi sahabat Nabi Musa, orang Yahudi akan angkat aku lebih tinggi." Sebab na'am, sebenarnya orang Yahudi ikhwani sangat sekarang ni Sekarang pun mereka sanjung. Uish, orang Yahudi sanjung Nabi Musa. Orang Yahudi, walaupun mereka dalam keadaan mereka sesat dan kufur, tengok, walaupun mereka ni kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kafir sebab tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun dalam keadaan orang Yahudi yang sesat, tapi mereka pegang akidah mereka, walaupun selewing dalam begitu kuat. Tengok rabai-rabai mereka di Israel. Sangat dihormati orang tak boleh kacau rabai. Kitab At-Tulmud dibuka. Mereka taat kitab At-Tulmud. Walaupun mereka ubah maksud dia. Banyak syariat, syariat Allah mereka ubah. Tapi mereka tidak diapa-apakan. Subhanallah. Walaupun mereka sesat. Kita kalau bawa fahaman sunnah dan salaf. Bawa kitab salaf. Kita digelar wahabi. Sesat. Dan kita disekat. Subhanallah. Naam akhi Zainuddin. Sebab mereka kena, kena Rasulullah SAW dan Taurat. Lebih dari kenal anak mereka. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي إني مننجو كان قدر مننجو كان علم الله سبحانه وتعالى ينتله الله سبحانه وتعالى دينا المنيا داسبول الله سبحانه وتعالى سبوت دلهم سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أوه يهودي كنا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سبرتي ما أمريكا كنا أنا أمريكا صنديري. سبب تشيري تشيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمكتوب دلم كتاب التوراة طيب جلس يا الله أثرني أثر استروسيا قال الإمام المصنف الإمام عبد الله حدثني أبي يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه, رحمه الله تعالى قال حدثنا وكيع بن جراح حدثنا أسامة بن زيد ما شاء الله سب أسامة بن زيد عن عكرمة طيب نعطيكم كجاب أسامة ابن زيد نعم أسامة ابن زيد يروي عنه وكيع ما شاء الله ما شاء الله أسامة ابن زيد لا كجار آه إيه؟ أبو كان صحابة يعني تابعية إيه؟ يروي عنه وكيع طبعا نعم نعم دي أسامة ابن زيد الليثي رأسي كنت أبرنا في أسامة إخواني إيه نعم دي أسامة ابن زيد الليثي إيه؟ أسامة ابن زيد الليثي قال الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي أسامة ابن زيد عند أهل بلده المدينة ثقة المأمون ما شاء الله وهو ثقة يعني أن علماء مدينة الليثي مدني أغم مدينة طبعا وثقه الإمام النسائي والفسوي وقال الإمام أحمد قال الميموني الميموني أنا أريد إمام أحمد قال أحمد بن حنبل وأسامة بن زيد عليه عام الناس قد رووا عنه إلا يحيى بن سعيد تركه طبعا هذا رامع علماء أنبياء وقال الميموني قلت أسامة بن زيد يروي عن القاسم قال أيضا يحتمله الناس إلا أن يحيى طبعا سموا أغاء أنبياء روائرية يحيى بن سعيد القطان طبعا يحيى بن سعيد القطان إخواني دي أنت العلماء التعديل والتعديل ينسنها دان ميمون دي مميله يحيى بن سعيد القطان اخواني كنا ايه يحيى بن سعيد قال لو اردت ان ادقق في اخذي عن الناس لم اخذ الا عن خمسه يحيى بن سعيد يا سانغ سانغ كيتا بانغي لا دي سانغ هبات سانغ ااا سانغ ااا dalam bab ambil riwayat dia sendiri kata aku ni kalau betul-betul nak tapis orang

بلى اسامه ابن زيد dia dah tuah dah mula nyanyi tapi riwayat dia ni waqi' ambil daripada dia ketika dia نعم وقال ابو داود السجستاني سمعت احمد ابن حنبل يقول ترك اسامه باخره وذلك وذاك ان عثمان ابن عمر ذاكره عنه عن عطاء عن جابر حلقته قبل ان ارمي يعني وهم قليلا وقال عبد الله قال ابي حدث عثمان ابن عمر يحيى ابن سعيد بحديث اسامه ابن زيد عن عطاء عن جابر دي هذا ساتو حديث اخواني حديث اسامه ابن زيد بدع عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منا كلها منحر وفيه كلام غير هذا فتركه يحيى يعني kenapa يحيى ابن سعيد ابن قطان يحيى ابن سعيد آه القطان تنقل كان دي هجوم حياة طيب طبعا أبو الحسن العجلي قال أسامة ابن زيد الليثي ثقة طبعا إخواني أسامة أسامة ابن زيد مين دي سمبا سعيد بن المسيب ومحمد ابن الكعب القرضي طبعا محمد ابن كعب دي صحابة كتشي ونافع العمري وعمر بن شعيب وسعيد المقبري وجماعة مم. نعم طيب طيب إن شاء الله عن عكرمة جدي أسامة بن زيد سبق دينا عكرمة مولى ابن عباس قال سئل عبد الله بن عباس كيف تفقد سليمان صلى الله عليه وسلم الهدهد من بين الطير طيب اخواني كلاو الكوره، كيتا دح كنا العمار ابن ابي عمار كيتا ادي ساطو بكره يعني boleh melekat dalam otak kita, dia mandikan mayat orang mati. Bagus. Thiqaun thiqa. طيب apa yang kita nak cakap pasal Usama? Kita boleh kata min kibar tabiin sempat dengan tabi'i besar dan yani kita boleh tulis tarakahu al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan fi akhirih tuj. Supaya kita ingat. طيب Abdullah Ibn Abbas ditanya, Kaifa Sulaiman, wasallam, -hud -hud, min Bagaimana Nabi Sulaiman dapat memeriksa kehilangan -hud -hud, burung pelatuk di kalangan burung-burung lain? Bagaimana Sulaiman ketika bawa tentera dia keluar, bagaimana dia merasai kehilangan burung pelatuk di celah tentera dia? Fakal, كت عبد الله بن عباس ان سليمان نزل منزلا سليمان عليه السلام ترنس تتمباي فلم يدري ما بعد الماء ما سليمان عليه السلام تأته بالتابو جاو لجي كوجدا اير دي دلم تانا تأته برابو لجي دلم اي اي تو برابو لجي دلم دلم تانا وكان الهدهد مهندسا الهدهد بورن بلاتو آه. آه. الليثي آه. نعم اخي ايوه هنازي تفضل ايوه انا وأنتني سؤالا تفضل اخي هنازي ما شاء الله اخي هنازي نعم بارك الله فيك اخي هنازي سؤالا باي آه. الليثي اسامه ابن زيد الليثي Uh, kejap saya cek eh. Ya. Naam Madani Al Madani Naam Madani thiqatun Madani Naam daripada Madinah fi Jadi Sulaiman alaihis dia nak tahu berapa uh, jauhnya air di dalam dasar tanah Maksudnya nak gali air lah. Wa kana al-hudhud burung pelatuk muhandisan. Dia juru juru ukur. Eh, hey? engineering. Subhanallah, binatang engineering. Tengok ikhwan subhanallah. Hebatnya makhluk Allah ni. Tabaan kisah dia ada dalam surah An-Naml. Wa tafaqqada فَقَالَ tayra وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين طيب جدي برون بلاتو ساقا بونتينغ باقي نبي سليمان عليه السلام وكان الهدهد مهندسا قال فاراد ان يساله عن الماء ما كان نبي سليمان عليه السلام نأتاني الهدهد نأتاني بورون هدهد Uh, mengenai keadaan air Kalau boleh nak cek air ada Berapa lagi kena gali uh, Dalam dasar tanah Fa'arada an yas'alahu anil ma' Nak tanya dia mengenai al-ma' Al-ma' yani air Ikhwani sambil-sambil tu tulis lah Tulis uh, makna berkataan Arab Fa'faqadahu Maka Nabi Sulaiman Bila cek dan semak dan cari al-hudhud Rupanya baru diperasan Kehilangan al-hudhud Qala wa kaifa yakunu muhandisa? Ada orang tanya Abdullah bin Abbas. Bagaimana burung pelatuk boleh jadi juru juru ukur? Macam mana orang tu macam nak mengejek? Orang tu ibarat nak mengejek ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Taban, kalau tak silap orang itu adalah uh, dia menjadi khawarij subhanallah iaitu Nafi' Ibn Azraq kalau bagaimana burung pelatuk boleh jadi engineering? والصبيو والصبيو ينصب له الحيال الحباله الحباله dan budak-budak kecil di kalangan kami boleh pasang untuk dia perangkap. Fayasiduhu dan boleh tangkap burung pelatuk. Macam mana maksud orang tu? Bagaimana engkau wahai Ibn Abbas awak kata burung pelatuk boleh jadi engineering sedangkan budak kecil di kalangan kami boleh pasang perangkap dan boleh tangkap burung pelatuk. Qala kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma idza jaa al-qadar hala dun al-basar. Aywa. Naam. Idza jaa al-qadar bila datang takdir maka halah menjadi penghalang daripada mata. Nah, ikhwani, bila datang takdir, bila Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuatu, datang takdir kita habis. Semua mata pun macam tak nampak. Kita bawa kereta elok-elok, elok-elok bawa kereta, kita beri perhatian minum kopi, ambil segala uh, langkah perwaspada supaya tak buat accident. Tapi sebab tu orang kata, ya Allah, bila aku Aku tak nampak motor depan aku tiba-tiba lalu aku langgar dia. Macam mana boleh berlaku aksiden? Idza ja'al al-qadar hala duna al-basar. Bila datang takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka mata pun dah tak melihat. Subhanallah. Naam. Takdir, tak leh buat apa. Hmm. Barakallahu fiikum. Jelas ya Allah. جلاسين طيب كي تسامبو اثر ستروسيا سمينا لاباندو قال الامام عبد الله حدثني ابي يعني يا الله بابو مساله دي دي حدثني ابي يعني الامام احمد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة طبعا سعيد بن عبد العزيز إخواني كلو سيدي سعيد أنت علماء شام سعيد بن عبد العزيز يوم كده سعيد ابن عبد العزيز. ما شاء الله سعيد ابن عبد العزيز آه طبعا دير انبياء دي بدر ربيعه ابن يزيد طيب سعيد ابن عبد العزيز ابن ابي يحيى التنوخي من اهل دمشق اه ديرته نعم آه ده على آه كنيته ابو محمد وكان من عباد اهل الشام وفقهائهم بأن ترى علماء شام علماء زهد دان أهل عبادة دان فقه ومتقنيهم في الرواية يروي عن الزهري ونافع ومكحول ما شاء الله هذا من كبار إخواني علماء شام يمكن إن سعيد بن عبد العزيز والإمام الأوزاعي رحمه الله والإمام أبو مسهر الدمشقي أبو مس أبو مسهر عبد الأعلى Uh, طبعا مكحول الشامي امم hmm? تابيني سعيد ابن عبد العزيز التنوخي اين اي اخواني كده تقول لي بس ان شاء الله طبعا uh... هو ثقه امام امم hmm. كلو كنت انا علماء شام تالاري دريبد الاوزاعي وابو مسهر سبحان الله ده سبوك اسيني tapi ada nama saya tak suka مدجنة دقوة. مدجنة طب. طب قال ابن حجر ثقة الإمام سواه أحمد بالأوزاعي الإمام أحمد رحمه الله كتب آه سعيد بن عبد العزيز ساموا مع الأوزاعي سبحان الله يا إخواني سعيد بن عبد العزيز بول كتب كان دي ساموا برينك الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام طب والله أعلم إخواني الإمام الأوزاعي لبي تركنا تبي سعيد بن عبد العزيز التنوخي dia اخوانينا سعيد بن عبد العزيز التنوخي طبعا إمام أهل الشام إمام عباد الشام إمام عباد الشام وكان ثقة ومتقنا في الرواية طبعا من قلت هن سبع مات سنة سبع وستين ومئة منينجل تهون الشيخ سعيد منينجل تهون ساتو سبع وستين ساتو نمتوجه سراتوس نمتوجو هجرة وفاء سراتوس نم هجرة طبعا دي يعني ثقة ثبت طبعا قال ابن الكيال سعيد بن عبد العزيز ابن أبي يحيى التنوخي أبو محمد ويقال أبو عبد العزيز معدود في أهل دمشق وهو كان فقيها مفتي دمشق آه دي يعني مفتي دمشق دي كلام ننتابعي يعني وعالمها بعد الأوزاعي ما شاء الله دي لبس أوزاعي دي له الإمام الأوزاعي رحمه الله وفاته ساتولي ملاباني كالو تأسي أسير دي يعني هدوب لقي ببربة تهون لبس إمام الأوزاعي قرأ القرآن على عبد الله بن عامر طبعا دياني آه روى عن اسماعيل ابن عبد الله بن ابي المهاجر وروى عن محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري طبعا دياني انا اريد الزهري وروى عن مكحول الشامي وغيرهم وعنه عبد الله ابن المبارك وابو مسهر عبد الاعلى الغساني الله اخواني إنال علماء الشام سيد تورست علماء الشام يمطلن بالين الاوزاعي

عبد العزيز ابن ابي يحيى التنوخي كم كتاب الامام ابو مسهر ين ماتي دالم بونجاره الجهميه ان ترى علماء ين سام ام احمد رحمه الله ديت كات القران مخلوق ان كان القران دان مخلوق ماتي دالم بونجاره الجهميه ابو مسهر عبد الاعلى عبد الاعلى ابن مسهر الغساني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه طيب يعني عائذ الله الله اكبر ابو دينا مدير ادريس دي الخولاني الله سالك تسبوا يا عبيد عائذ الله عبيد ابن عبيد, عبيد الله الخولاني أتبو أبو تبان قلت ابو, أبو مسلم الخولاني ابو ادريس الخولاني ايوه ابو Idris Al-Khoulani, ini antara ulama Syam yang paling thiqah. Tuan ada ramai lagi seperti eh uh, uh, seperti siapa? Al-Walid Ibn Muslim, hmm? Baik. Baik, bagaimana Waqiah rahimahullah ambil daripada ulama Syam? Tuan Waqiah pernah pergi ke bumi Syam? Seperti mana uh, kerjaya ulama hadis untuk mencari hadis daripada ulama Syam? Tentu uh, Imam Ahmad sangat suka dia ni. Imam Ahmad sangat-sangat suka Said Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Tuan hmm. akhwani ada juga uh, antara ulama Syam yang kuat sebab ulama Syam kebanyakan mereka di segi riwayat hadis ramai yang thiqah ataupun kuat hafalan kecuali makhul أبو أدريس الخولاني الإمام الأوزاعي سعيد بن عبد العزيز أبو مسهر دان جوا على ساتو أنا مدي عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان يعني أنت لو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان ني أنت علماء الشام جوغا كو... ين عبد الله بن علاء ابن زبر أدا جوغة. طيب وقيل لدحيم من بعد عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر من أصحاب مكحول قال الأوزعي وسعيد ابن عبد العزيز وكان سعيد أكثر مجالسة لمكحول طبعا سعيد أنا أريد مكحول طيب وقيل ليحيى ابن معين محمد ابن إسحاق ممن يحتج به قال إنما الحجة عبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس وسعيد ابن عبد العزيز يا سلام لأن ترى علماء حجة هذا حجة أبو مقصود يا حجة ما تشم إمام أحمد ما تسمى إمام أوزاعي أيوة أبو مسلم أسبق أبو مسلم أخي أيوة أخي زين الدين أذكى سلاب أبو أدريس الخولاني كأبو مسلم الخولاني طيب قيل كان كثير البكاء إخواني باي باي إن شاء الله فخر الزمان جوا بارك الله فيك نعم طيب سعيد ابن عبد العزيز كان كثير البكاء بني منانيس فقال مروان ابن محمد ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ماك مروان ابن محمد يعني خليفة ديشام كنّا بوق بني منانيس دين صلاة قال ابن أخي وما سؤالك عن ذلك جدي بلا مروان ابن محمد تانية الإمام اه سعيد ابن عبد العزيز كنا بو انكو ملانجز دلم صلاة دي كانت كنا بو انكو تانية فقال لعل الله ينفعني به جدي مروان ابن محمد الأموي دي كانت أكو نأتهو كنا بو انكو بولي ملانجز دلم صلاة ما كنا ما نأتهو أكو نأ دابق منفعا فقال كتا سعيد ما قمت الى الصلاه الا مثلت لي جهنم ما شاء الله تيجي اخواني تيجي بارا سلف ايوه نعم نعم ابو مسلم الخولاني دين ابو ادريس احسنت احسنت اخي طيب تيجي اخواني كات سلف كات أه... كاته... سعيد ابن عبد العزيز دي كات ستي اكالي اكو بكي صلاه ابي نراكه تربايان اكو تربايان ابي نراكه وقال ابو حاتم كان ابو مسهر يقدمه على الاوزاعي ابو مسهر ابن عبد الاعلى الغساني ديبلتا كان سعيد ابن عبد العزيز التصبد اوزاعي ولا اقدم بالشام بعد الاوزاعي على سعيد ابن ولا اقدم بالشام بعد الاوزاعي على سعيد ابن عبد العزيز احدا وقال مروان ابن محمد لم يكن له كتاب وانما كان علمه في صدره الامام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي ديت هذا الكتاب، تبي المودير ذا لم داجودي حفل. سبحان الله. قال الحاكم النيسابوري uh, سعيد بن عبد العزيز هو لأهل الشام كمالك بن انس لأهل المدينة. سبرتي معنا إمام مالك من tokoh توكه سنة penduduk مدينة؟ بقيت كذا أن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز sebagai إمام لأهل الشام. سبحان الله رحمهم الله طيب ده شكو إخواني كتباني أقول أب. سبحان الله صدق قصة برا تابعيني صدق طيب جدي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن ابن الديلمي ابن الديلمي ان عبد الله ابن الديلمي م? قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن الديلمي طبعا ثقة ثبت دي تبعي بصا دي تانية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابة هبأني الزاهد العابد الصحابي الجليل عن جف القلم أبو مأسونيا بين دكرين أبو مأسونيا فقال لا نريك إن الله عز وجل حين خلق الخلق الله سبحانه وتعالى بلا شبت سمو مخلوق ألقى عليهم من نوره الله سبحانه وتعالى بلا شبت سمو مانوسيا الله سبحانه وتعالى شمطه أتس مريكا جَهَيَةٌ دنيا فمن أصابه شيء منه اهتدى بران سيابا يندبا جهي الله سبحانه وتعالى دبا هداية كأره إسلام سبحان الله وهذا أثر صحيح نعم نعم مم. طيب طيب إخواني جلس وهذا أثر صحيح نعم الله سبحانه وتعالى تنتي إخواني سبحان الله الله سبحانه وتعالى إن الله حين خلق الخلق أبو الله سبحانه وتعالى يا الله أبو الله سبحانه وتعالى شبت مخلوق ألقى عليهم من نوره الله سبحانه وتعالى شمّا أتسمريكا مِنْ نُورِهِ فمن أصابه شيء منه اهتدى سيّب ين دبّ سديك من شهي الله ما كدبّ هداية نعم تقدير الله سبحانه وتعالى تقدير كان هداية هدية يا رب آمين يا الله يا سلام بارك الله فيكم أخي وحيو هاريني شيخ وحيو ما شاء الله يعني بولك إمامنا شيخ وحيو زين الدين سبحان الله بارك الله فيكم أخي الحبيب إبراهيم هان ما شاء الله والله يا شيخ أنا لا أنا تعلى يا بانج الشيخ كلام بانج أنا شيخ سبتوه عليا لا أنا دتوه ده تبين أنا شيخ سبقي الله عفا الله عنا نسأل الله السلامه أخي إبراهيم أنا بون بلاججوك أنا بون من شري إلمو نجي طيب طبعا اخواني انت علماء شام يا يعني انا صفوان ابن عمرو شيخ سعيد ابن عبد العزيز التنوخي التهدي طبعا الامام عبد الله انا امام احمد رحمهم الله تعالى الامام عبد الله ثاني ايها امام احمد ابن حنبل هل سعيد بن عبد العزيز فوق صفوان ابن عمرو صفوان ابن عمرو أنت أهل علماء أهل, أهل الشام قال نعم قلت فحريز ابن عثمان الرحبي حريز ابن عثمان الرحبي أنت علماء الشام قال سعيد فوقه قلت له فهو فوق صفوان أعني حريز قال نعم حريز فوق صفوان جديك تأذج علماء نمدي حريز ابن عثمان دي صفوان سعيد التاس مريكا قلت فالأوزاعي قال هؤلاء كلهم ثقات وابن جابر معهم يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يعني تلي ستسبب. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لاين أدساته ساتو لقي علماء شام عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنت العلماء الشام يهيبا juga تابي تابو إن شاء الله سلولي كتا أكان كنن مريكا وقال عبد الله إمام عبد الله أنا إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى سئل أبي عن الأوزاعي أيها أكو دي من مغنائي الإمام الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز سابقا لكي تنجي فقال هما عندي سواء إمام أحمد ملتا كان إمام الأوزاعي إمام أهل الشام سامو تهب من سعيد بن عبد العزيز بالطبع بصة كدود كان إمام سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي رحمهم الله تعالى سبحان الله باني ألاقي كتاب لهجة طيب سامبو لقي إن شاء الله أثر اسم الله راتوس قال الإمام المصنف الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى حدثني أبي يعني أيها أكو إمام أحمد بقيته اكو قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي تيجوا اخواني تعالى كان guru الامام احمد تعالى عبد الرحمن بن مهدي الامام وكيع بن الجراح امم تعالى أه. أه. وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي يزيد بن هارون سبحان الله اي علماء علمائني وابو بكر بن عياش عبد الله بن ادريس غورو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى طيب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن محمد قال طيب نعم قال كنت عند سالم بن عبد الله Aku ada dekat Salim Ibn Abdullah. Taba'an Salim, Ana Abdullah, Ana uh, Abdullah, Ana Umar Ibn Khattab. Ya. Aywa, ya yang ni athar yang sangat-sangat best. Kau ni kena hafal athar ni. Kena hafal. Sebab kalau orang tanya kita, kita boleh jawab gini. Ni Salim, cucu Umar. Salim, Ana Abdullah Ibn Umar. Faja'ahu rajul. Hmm? Datang seorang lelaki kepada Salim. Fakal azina bi kadar. Dikata orang melakukan zina. Adakah Allah takdir juga kita berzina? Fakal naam. Hmm. Ambil step. Subhanallah. Tapi step tak? Kan ada orang tanya kita. Orang tanya, eh takkan aku, aku berzina, aku buat maksiat. Takkan Allah takdir. ني جواب سالم قال نعم الزنا بقدر أكبر زنا الله تقدير يا ها جواب شو الله سبحانه وتعالى تقدير اكون اكو معصيه طيب كيف قال الزنا بقدر زنا بونت الله دي تقدير التسكيته فقال نعم فوزية بارك الله فيكم فوزية كلو كتاب أواء برابو ده أثر إني برابو كلو كتاب تحقيق الشيخ عادل فوزية راسين فوزية هذا كتاب إني كان فوزية أدرني كان كتاب السنة للإمام عبد الله تبي أه فرسي أه الشيخ عادل أه الحمدان أبا غزلي نعم ما تأكل تروس مم. فوزية آه كتاب السنة بربو ده أثرني كتاب السنة فرسي I'm not home yet أوه طيب طيب باي باي سميلان ساتو قسم كتاب تحقيق الشيخ عادل الحمدان أيوة بارك الله فيكم شافعي شافعي بالليغا وشفي بليد ديغن... ان طيب تاقوى طيب. طيب. بارك الله فيك مم. سبحان الله والله اخواني والله اخواني شفي أو أنتم شفي يا يا اخواني تحقيق الشيخ عادل الحمدان لاقي سدا لاقي بس معي يعني ان شاء الله اخواني صبوا لنا باقي تاو شباب قبل ما habis ada طيب طيب take your time ان شاء الله فوزيه no problem ان شاء الله تعالى طيب طيب اغنيه ثانيه سالم الزنا بقدر

akan siksa aku Allah akan bagi aku azab ah, itulah yang orang qadariyah tak setuju hmm. itulah orang qadariyah tak setuju ikhwani hmm. tengok <laughs> dahsyat hanazi oh belanja satu teruk dahsyat Allahu akbar minta lalu dengan abang Razli ah, habis Bengkrak Abang Azli kejap lagi. Jangan Syekh Hanazi, Abang Ghazni ni orang pemurah tau. Eh, dia orang pemurah tu. Nanti kan dia kata okey terus. Saya sendiri pun Masya Allah Banyak Abang Ghazli Banyak belanja kita dulu Makan sini Makan sana Makan Ustaz Belanja sini Ay. Lepas ni tak boleh ya, Jumpa Abang Ghazli Nanti main kerak Abang Ghazli Taib Minta maaf uh, Ustaz Apa ni Muhib ni pula hmm. طيب إخواني بارك الله فيكم ما شاء الله آه لا حول ولا قوة إلا بالله طيب حياك الله أبو معاذ أدي سؤال نامري أبو معاذ أخي أبو معاذ أنت إيكو منهج سلفك يا رب طيب تريني سانا بلا تنقل أوغان يا رب هرأ هرأ مريكاني إيكو سلف يا رب آمين يا الله طيب طيب إخواني تسامحوا إن شاء الله. سكالي كنا أثرني أنا تنقلت ميمون بس. جاء رجل كتا عمر ابن محمد أكو دو سالم ابن عبد الله. فجاء رجل فقال الزنا بقدر لا تنس لكي تانيا سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عنهم قال الزنا بقدر زنا بون الله ته تقدير تروس سالم كت ي قال كتبه علي الله سبحانه وتعالى تله تلس تقدير كان أكو قال نعم يو الله أكبر قال كتبه علي ويعذبني علي إني له سؤالا ين تبوماس ين بق قدرية ثانية الله سبحانه وتعالى telah tetapkan aku berzina kemudian Allah akan siksa aku atas dosa itu qala fa akhadha lahu al-hasaa ha tengok itulah yang sepatutnya kita buat dengan ahli bidah hm apa Salim buat ambil batu nak kejar dia subhanallah fa akhadha lahu al-hasaa yani imam Salim rahimahullah cucu Umar ambil batu nak kejar dia itulah orang ahli bidah ah ni dia tak nak percaya bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dah takdir semua, nak bersoal lagi. Tapi ada satu lagi asal kita baca lagi. Fa'akhadha lahu al-hasa. Al-hasa yakni batu kecil. Akhadha lahu al ambil batu nak kejar dia. Nak baling batu. Tapi kita jangan buat. Sebab ikhwani, dulu para salaf mereka kuat. Mereka sahabat, anak sahabat, tabi'i. Kuat kalau kita kalau kita berani ke nak cakap dengan ahli bid'ah, ah, kita masuk penjara dulu. Hmm. Salim ni, Salim yang saya sebut ni ini ni ni ikhwan Salim ni Salim kana idza ra'a rajulan yughatti fahu Salim ni kalau tengok orang tutup wajah dalam salat dia akan tarik kain ini dengan begitu kuat sekali dengan begitu ganas sebab dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an yughatti ar salat Salim kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang tutup wajah dia ketika salat. Sekarang ni awak berani ke kata kat orang dalam masjid, buka. Wallahi ikhwani, paling awal. Paling awal orang melawan saya bila saya tegur orang di masjid, sunnah juga, tempat surau sunnah. Saya tegur budak, ditutup wajah. Saya kata budak, adik-adik, minta maaf, buka. Rasulullah SAW melarang orang tutup muka dia ataupun tutup mulut ketika salat. Datang seorang ni, puak-puak adayat muda mudajjanah. Rasanya dia daripada Madrasah Darul Ta'lim ke Madrasah Ta'lim. Entah apa. Mungkin Akhiabrayan kenal buah-buah ni. Tak sah ke Ustaz kalau orang tutup mulut? Saya kata Rasulullah larang. Jangan bicara. Jawab saya Ustaz. Tak sah ke kalau tutup mulut dalam salat? La hawla wa la quwwata illa billah. Saya kata kat dia. Naha Rasulullah. Dia boleh lawan lagi. Ya Hassan Ta'lim. Naam Akhiabrayan. Ya Hassan Ta'lim. Dia mengajar. Dia ada master ke BHD. Saya kata kat dia Rasulullah naha naha Rasulullah bagi dia tak tak cukup tak cukup jelas. Bayangkan ikhwani saya kata kat dia naha Rasulullah Rasulullah larang orang tutup bagi dia tak cukup. Aku tak tanya pasal Rasulullah sah ke tak sah. Tengok ini yang sepatutnya kita ambil batu baling kat kepala dia. Ni 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 puak-puak ni ada ya La hawla wa la quwata illa Lepas tu kata ikut salaf, ikut sunnah. Ikut sunnah mana? Ikut sunnah, tolak kata Nabi, tengok kata fuqaha. Faqih, lebih alim daripada Nabi. Rasulullah larang, belum confirm lagi. Rasulullah larang, bagi dia tak cukup. Naha Rasulullah. Taib, Salim, radiyallahu anhu, tarik تعرف كاين او غان تتوء وجه تعرف طبعا سوتي من دلال... فجبذه جبذا شديدا كانت تنجوء روايه سيباني قال لي مين سالم ميمان سالم رضي الله عنه تشو عمر تقاس قلت عمر نعم فجبذه جبذا 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 شديدا نعم موطأ مالك ني 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 سبني عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه كان يرى سالم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه حتى ينزعه عن فيه tengok ni salim apabila melihat orang tutup mulut dia ketika solat jabadha jabadha yakni tarik macam ni jabadh jabadh tarik jabdhan jabdhan shadida shadid kuat sangat ganas dia tarik hatta yanzi'uhu sehingga cabut daripada mulut dia. Siapa? Orang tutup mulut dia ketika salat. Ini sunnah Nabi. Warawahul Imam Malik taban. Hada muwatta Malik. Hmm. Baik. Rentap, Rentab Oh, rentap. Barakallahu fik. Al-jazb atau al-jabz. Dalam bahasa Arab kita panggil jabadha atau jazabah tarik. Tanya puak-puak ni. Tanya apa pendapat Salih Al-Fauzan? هذه صالح الفوزان قال لو صالح الفوزان صح كان بارو كي امبي حديث نبي كلو صالح الفوزان تا صح كان جان انبي حديث اني له بارا سلف سكرا سلفيه <applause> ادعياء السلفيه المدجنه تعدى الله سبحانه وتعالى كتب وما اتاكم الرسول فخذوا والله اخواني سيقول يعني بانيا كالي ما تشم تا برشايا انت او سنه ك الله كتب وما اتاكم الرسول فخذوا. وما نهاكم عنه ف فا... وما نهاكم الله كاتوني وما نهاكم عنه فانتهوا والله اخواني تاع البيزه dengan انكو البكوي dengan أدعياء بوق ادعيه السلفيه لا بيزه تاع بيزه تاع بيزه, بيزة اهل اهل بدعه اصحاب اصحاب التنطع أبو بيزه لا حول ولا قوه الا بالله قال الفقهاء فقهاء لا عالم داري بدا نبي والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء أدعياء السلفية أدعياء أدعياء نامجو سنة 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 تبي داتان حديث نبي بوله لجي برتكاي Siapa ulama kata tak leh. Tak leh tutup wajah. Saya <laughs> kata Rasulullah kal. Dan ini asar. Asar sahabi, asar tabi'i. kalau kalau salim, salim ni kita panggil kibar tabi'in. Cucu anak sahabat. Abdullah bin Umar anak dia salim. Bukan sunnah punuh. Barakallahu fiqh akhir Apa sunnah dia? Sunnah apa engkau ni? Eh? أعوذ بالله والله هؤلاء نعوذ بالله منهم إخواني سبحان الله سيئنا كات عبد الله بن عون والله سيئن سبت منا نقل ابن بطل العكبري رحمه الله عبد الله بن عون قال أبو تلي سيد التأتلي سيد التأتلي فيسبوك سيئن قال الذي قال عبد الله بن عون الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع الذي يجالس أهل البدع yang duduk dengan ahli bidah ah. duduk bersahabat bergambar makan sekali dipeluk lagi nak mengajar Quran kononnya buat kuliah Quran tadabbur Quran hentam bidah ah. lepas tu pergi jumpa ahli bidah ah. duduk dipeluk lagi ya awak ni apa sebab tu ikhwani Abdullah bin Aun imam tabiin Abdullah bin Aun sama dengan Al-A'mash sama dengan Abdullah bin Wahab sama dengan Imam Malik imam azim Abdullah bin Aun Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah qaal ma ra'at aynaya mithl Ibn Aun Abdullah Ibn Mubarak al-Imam Dia kata aku tak, tak pernah melihat seperti Ibn Aun Dia kata apa alladhi yujalisu ahl al-bid'a ashadu alayna min ahl al-bid'a mereka yang duduk dengan ahl bid'ah makan sekali duduk bersahabat lebih teruk lebih berat kesan mereka daripada 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 ahl bid'ah alladhi barakallahu feek Sheikh Abu Rayan Masalah kita ikhwan ni bukan dengan ahli bid'ah. Bukan. Ahli bid'ah ni kita kita tahu dia ahli bid'ah. Kita tak tak bayar layan. Minta maaf. Tak boleh nak layan dia. Kita kata Qala Allah, Qala Rasul, dia kata kata tu guru. kita Tapi masalah kita dengan adaya sunnah. Hak punah tu. Pro sunnah tu. Ni lagi berat. Sunnah-sunnah datang hadis Nabi. Datang asar salaf. Qala Abdullah bin Umar. Qala Salim. قال الأوزاعي قال مالك قال الشافعي مدجنة sebenarnya مدجنة lagi jahat daripada ahli bid'ah di zaman kita ini dia akan pertikaikan kata salaf mana dia nak belajar kitab sunnah ni kitab sunnah siapa nak belajar ikhwan ni siapa nak belajar kitab sunnah la hawla la quwwata illa billah tengok ni ni perangai ahli bid'ah tengok ni وصل إلى سالم ثانيا فقال الزنا بقدر أغم برزنا بون الله تقدير جواب سالم رضي الله عنه نعم فقال كتبه علي الله تنتو كان أتس أكو أكو برزنا كات سالم نعم قال كتبه علي ويعذبني علي الله تلس أكو أكو برزنا كمدير الله نأسي أكو أتس دوس ايتو قال فأخذ له الحصى سالم بانون ترس أم باتو نأبالين Itulah jawapan ahli bid'ah gitu. Orang batu, jauh Sebab tu orang kata, Ustaz, kenapa tak nak duduk dengan ahli bid'ah? Duduk apa dengan ahli bid'ah? Hmm? Barakallah fiqh akhi. Naam akhi rasil. Be careful akhi. Be careful. Uh, akhi rasil, I know you are follow us, barakallah fiqh. The most dangerous from ahli bid'ah, they are those people Who stay with Ahli Bid'ah? Who's eat with them? He's showing I'm I'm a friend with you. He's you, they debet front of you, then behind the apa belakang tabir behind apa behind the uh, the walls they will take in the photo. Uh, they will eat together. Front of you they will fighting konon. fighting, damn it. But behind, you know, we are brother. Don't forget. Allah subhanahu wa ta'ala is not, Allah subhanahu wa ta'ala, this Ahli Bid'a say, no God, no God there. At Tas'arash, no. Then, after that, we can gathering, eating, take photo. Me, alladhi yujalisu Ahli Bid'a, subhanallah. سمعتوا أبو قلابة رحمه الله قال لا تجالسوا أهل البدع ولا لا تجالسوا اهل البدع، jangan duduk dengan أهل ولا لا تجالسوا اهل البدع، ولا تخالطوهم ولا تخالطوهم فاني لا امن عليكم ان يغمسوكم في بدعتهم اكو تقبلي جمين كان keselamatan كَامُو kamu akan terjerumus dalam بدعهم duk معتزله Sedangkan Asy'ariyah berlakon depan kita hentam Mu'tazilah. Fahaman sama. Ha. kenapa ikhwani? Asy'ariyah jadi biji seperti Mu'tazilah sebab berdebat dengan ahli kalam. Ibtaid awak tahu dia ni ahli kalam, tinggal. Halau, pulaukan. Tinggalkan, asingkan diri dengan dia. Nak berdebat, berdebat. Apa gunanya? Baik Al-Athar 984. Qala al-imamul musannif. عبد الله رحمه الله حدثني أمي أبي يعني إمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أخبرنا معمر بن راشد ما شاء الله معمر بن راشد الإمام الثقة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن يا الله الله أكبر وهذا أثر صحيح طيب كنت تنقو الشيخ عادل حمدان آه مو جوله مداخل ابون صحيح. موجو موجو. كت... اثر صحيح مو جوله آه مو جوله كت طبعا جانا طلع اثر ينس شوكو كوا تنقو سنة دير امام عبد الله داري الإمام احمد ثقة ثقة عن امام امام اهل السنة يا اخواني الشيخ آل حمدان ما شاء الله شيخ عادل شيخ عادل ابو دي تنغو. تنغو. تنغو أبو. قال الامام عبد ابي عبد الرحمن عبد الله ابن امام اهل السنه امام عبد الله انا امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى يا الله يا الله شيخ عادل والله سي اخواني سي شيخني ولا بون سي تاكنا جومبو سي سي يعني سانغ سانغ بقيه السلف سمو كتاب السلف سمو كتاب السلف دي دي بوا كلوا سمو كتاب السنة كتاب الإمام الدشتي إثبات الحد كتاب الجامع لآثار علماء السلف كتاب الصابوني كتاب ابن بطل العكبري سموني دي بواكلوا ما شاء الله يا سلام والله كتاب دي سانغ كتاب السنه يا سلام طيب ده كتاب السنه اخواني شوفوا تينغو تاپولا ينسيني دي طيب مجو يعني مد مدجن هني صحيح طيب طيبوا إخواني أثر عن إمام عبد الله عن أبيه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني الثقة الثبت أخبرنا معمر ابن راشد عن قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام الثبت الكبير عن الحسن البصري إمام أهل السنة قال نعم قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن مريقيا تلأ دم من دستائي تقدير الله سبحانه وتعالى إبرة أمبام تلأ من داء القرآن الله أكبر تيمو إخواني بالتابة بحيرة سبقتني إخواني كتير ده سبب القدرية كتير ده باتش سبلوني ينق ملومولو كتابني كتير ده باتش بقي من الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصلى خلف القدرية Tengok betapa detailnya ulama salaf. Salat kita ni tengok kita salat mana-mana. Nak salat nak pastikan salat sah, jangan salat belakang qadariyah. Hmm, tengok ni. Tengok ikhwan ni. Ingat eh, mula-mula kan kita baca, kita mula jilid kedua ni. Apa asal pertama yang kita baca? Hm? Qala Imam Abdullah, sami'tu abi, yani aku dengar ayah aku Imam Ahmad, yaqul la yusalla khalf al-qadariyah wal mu'tazilah والجهميه. قدريه ينطلق قدر ينكت الله سبحانه وتعالى تيدا تقدير كان ابا ابا اتس ما اوسير اتب مريك الله سبحانه وتعالى المعتزله طبعا طبعا المعتزله من في كان صفه الله مريك الله سبحانه وتعالى كنا برلاك وعدن والجهميه سبحان الله سالت ابي مره اخرى عن الصلاه خلف القدري Kata Imam Abdullah rahimahullah, aku tanya ayah aku lagi sekali mengenai salat di belakang qadari, faqal in kana mimman yukhasimu fi kalau qadariyah yang banyak berdebat dan nak, nak menegakkan benang yang basah dia tu, maksudnya Allah tak takdirkan apa-apa, wa yad'u ilayhi fala yusalla khalfahu. Kalau qadariyah yang jenis memang uh, terkenal selalu ajak orang supaya tolak takdir. Eh? maka tidak boleh solat belakang dia. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Baik, ikhwan saya nak tahu satu saya nak bagi tahu satu point. Jazakumullah Sheikh Abdullah Al-Khulaifi. Sheikh Abdullah Al-Khulaifi jazakumullah khair dia tekan satu point yang sangat penting. Jazakumullah khair. Sheikhuna Abdullah Al-Khulaifi dia tekan satu perkara. Ingat tak, ikhwani? apabila Ingat tak Abdullah bin Umar apabila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma didatangi oleh dua tabi'i besar siapa uh, Yahya ibnu Ya'mar ya Yahya ibnu Ya'mar ya Al-Aufi wa Humayd. siapa lagi wa Humaid Al-Himyari ingat tak dua tabi'i Yahya ibnu Ya'mar ya wa Humaid Al-Himyari mereka datang kepada Abdullah bin Umar dan sebut mengenai منشورنا معبد الجهني أولا لا قدر طيب إيه أبكى عبد الله بن عمر قال أخبروا هؤلاء أخبروا هؤلاء أنهم براء مني وأنا منهم بري أخبروهم أني أن عبد الله بن عمر بريء منهم إيه عبد الله بن عمر لبس كان ديري. طيب سنتاني سؤالا Adakah Abdullah bin Umar Bila tahu mengenai mereka yang menafikan Qadar? Adakah Abdullah bin Umar Tanya Puan-puan uh, ini uh, Serius ke? Ataupun um, tolak semua Takdir? Adakah Abdullah bin Umar Tanya. Adakah mereka ulama' Terkenal ke? Tak terkenal Ataupun Abdullah bin Umar terus Melepaskan diri? Sila jawab Hmm. kasih Adakah Abdullah bin Umar tanya, ada dia ke tak gelima? Ramai follower. Ramai. Kalau ramai follower, berhati-hati jangan tinggal. Kalau banyak kitab, eh? kalau banyak kitab, oh, jangan. Bahaya. Huh. Adakah ikhwani? يا <applause> اخواني يعني شيخنا جزاه الله خير شيخ عبد الله الخليفي تكن تكن باب با بوينت اني عبد الله بن عمر بلا بريته بريتا بهوسنيا ادم ريكيا من دوستائي دائي القدر عبد الله بن عمر تروس كاتو اخبروهم اني بريء منهم وهم مني براء تروس عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تروس بلبس Tak ada pula Abdullah bin Umar kata uh, Banyak tak tulisan dia Banyak tak buku dia Dia terkenal Ada jawatan Tak ada Terus Abdullah bin Umar Tak kira lantaklah siapa engkau Sebab sahabat La ya khafuna fillahi lau Sahabat tak takut siapa-siapa Sahabat tak peduli engkau glamour Ramai pengikut Ramai follower Buku engkau dah 700 kitab Engkau men menudai satu Rukun iman Tak ada kaitan dengan sahabat Sahabat dah tolak سبحان الله طيب سمعتوا الحسن البصري رحمه الله قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن مركيا من استاء تقدير ما كتله تلاء القرآن طيب استرسي إن شاء الله نعم أخي راسل بارك الله فيك

إنجز القرآن الرحمن على العرش استوى they don't believe that. they don't believe. and all the علماء، الإمام أحمد، يزيد بن هارون، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، حماد بن زيد، حماد بن سلمة. all the علماء says al eh? uh, تدي كان تدي. أثر. سبحان الله تدي كتاب السنة، كتاب أثر. حماد ابن زيد رحمه الله الإمام العظيم حماد ابن زيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال الجهمية يحاولون أن يقولوا أنه ليس في السماء إله. جهمية says they جهمية the first the first uh, edition I can say. Eh? بارك الله فيكم. Uh, they are uh, كита ماسك ماكين ما شاء الله أدوايا. جاك إنجليش تعرفون إن شاء الله. I can speak English little.

يحاولون أن يقولوا أنه ليس في السماء إله They try Very well <laughs> ما الله فيكم They try to say There are no gods in the sky سيدنا كان uh, I think you, you know the hadith صحيح مسلم And Imam Ahmad, Imam Malik says about this hadith صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم Ask the, the child الجارية أين الله so she, she, she answer, في السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم says اعتقدها فإنها مؤمنة before that this girl is slave. Then رسول الله صلى الله عليه وسلم say she's مؤمنة she's مؤمنة Because he say Allah سبحانه وتعالى in the sky. This is عقيدة الصحابة this is عقيدة المؤمنون so you must be careful. You must be careful. Oh, for me, no. I will not to, not to pray. Inshallah, I will not to pray behind Jahmi or Asha'ira. I will not to pray behind them. Inshallah, I pray with myself. But if Hari Jum'ah, I told all my brothers, Imam Ahmad Rahimahullah say, If you don't have any choice and you want to pray Jum'ah, you pray with uh, behind the Imam Asha'ira or Jahmiya, So you must uh, what we say. ولنبلي <أولاً> يو uh, pray again pray الظهر مبارك again طيب بارك الله فيكم جزاك الله خير احسنت اخي احسنتم بارك الله فيكم طيب سامبو ان شاء الله هاي إخواني متى معاف ساي كان صلاة العشاء ان شاء الله اه... تاع مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جديد سنه رسول الله لماذا كان صلاه اه عشاء، كان ببربو اثر ان شاء الله من القدر. طيب اثر سميلان لاباليمون لو كتاب السنه تحقيق الشيخ عادل اثر سميلان ساتو ساتو. قال المصنف الامام عبد الله رحمه الله تعالى حدثني ابي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ابن راشد قال طبعا سند ين سند أمس ما شاء الله سند أمس تيغو داري إمام أحمد إمام عبد الله أم بيدي بدأ أيها الإمام إمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة داري إمام عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني أخبرنا معمر قال كتب عمر طبعا إخواني معمر دي سمبا بقي عمر ابن عبد العزيز كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي ابن أرطأ أما بعد فإن استعمالك سعد ابن مسعود على عمان كان من الخطايا يا الله التي قدر الله عز وجل عليك وقدر أن تبتلى بها ما شاء الله عدي ابن أرطأ مم؟ طبعا مم أيوة إخواني آه سيلوب ونأبقيته سسواته Tapi rasanya saya pernah buat kuliah sebelum ni Ingat tak? Ada ulama sunnah Dituduh secara melulu Dituduh kononnya dia qadari Tapi ikhwani mereka tak ada kaitan dengan qadar Seperti Hassan Ibn Atiyah Bukan qadari Ittuhima kathiban Al-imam Qatadah Ibn Da'amah Al-Sadusi Orang kata Wakana qadariyan Atau dikatakan La ikhwani Lam yakun qadariyan الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري دي فتنه القدريه بالامريكا منشل سابو يونغ قدريه منشل دي بصره بدعه القدريه بانك دي البصره ما كامريكاي انتو كوأكا انتو كوأكا حجه امريكا انتو سيبر كان فهم امريكا رصا كانوا ينتحلون الحسن البصري سابو ان بركات ان ينتحلون بارك الله فيكم Siapa ingat apa maksud yang tahilun? Macam Abu Hanifa nak cuba tipu atas nama Sa'id Ibn Jubair rahimahullah wa radhiyallahu an. Fakan yantahilu qawlahu. Abu Hanifa kata Sa'id Ibn Jubair melihat al-adl. Tiba-tiba Ayub Sakhtiani dan Hamad Ibn Zaid bantai dakwaan Abu Hanifa kononnya Sa'id Ibn Jubair pun bawa fahaman murjiah sedangkan Sa'id Ibn Jubair rahimahullah antara salaf tabi'i yang paling kuat melintang, murjiah Barakallahu fi barak fi fiku an Faisal Barakallahu fiku Allahu Akbar Ahsant Klaim nah, menggunakan nama ulama untuk tipu Aywa. juga Al-Qadariyah kanu yantahilun mereka gunakan nama Al-Imam al, al hassan Al-Basri untuk sebarkan fahaman Qadariyah tapi ikhwani kena ingat Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah tidak ada kaitan dengan qadar. Sebab tu ahli Makkah Khalid Al-Hazza panggil dia untuk bagi tazkirah di Makkah. Maka orang tanya soalan, orang nak tahu betul ke Al-Hasan Basri percaya dengan qadar? Maka Al-Hasan Basri rahimahullah jawab. Ada orang tanya, "Ya Imam, ya Aban Said, Al-Hasan Basri, nama dia Abu Said. Ya Aban Said, akhbar akhbirna." Orang kan nak test. Sebelum ulama nak jatuhkan satu Tuduhan kepada seorang yang di fitnah ulama salaf akan tanya. Sebab tu Abu Hanifah istutib. Abu Hanifah dipanggil. Minta bertaubat. Mereka tanya. Apa pendapat engkau? Mereka tengok. Dia bawa fahaman murjiah. Maka istutib. Abu Hanifah dia istitabah. Banyak kali. Sama juga. Said Ibn Jubair orang tanya. Saya minta maaf. Al-Hassan Al-Basri. Orang tanya Al-Imam Al-Hassan. Ya Abah Said. Allah Adam للسماء أم للأرض؟ الله سبحانه وتعالى جبت نبي آدم أنتم من جريب بوهوني يعني شرقه أتبوهوني بوهوني بومي من؟ قال بل للأرض الإمام الحسن البصري جواب الله سبحانه وتعالى جبت نبي آدم أنتم من جريب بوهوني بومي يعني الله ده تقدير قال أرأيت إن لم يأكل من الشجرة؟ Bagaimana kalau dia elakkan dan tak makan daripada pokok? Kata Imam Al-Hasan al Basri jawab, kana la budda an yakul, wajib dia makan. Allah dah takdir. Maka orang tahu kata, memang semua ahli Makkah tahu, Al-Imam al, al Basri memang akidah as-sunnah. Kalau Qadariyah, Qadariyah kata, dia silap, Allah tak ada kaitan. Eh? Ramai orang tanya. Sebab tu ikhwani, kalau kita tengok Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, rahimahullah, دلم كتاب سنن أبو داود كتاب السنة كتاب السنة دلم كتاب لزوم السنة باني أثر آه ني ني سمعتوا أغنية برسل الإمام الحسن البصري حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات يعني الإمام الحسن البصري رحمه الله ست آيات يندي تفسير لين إثبات يعني إثبات القدر يعني كان على عقيدة أهل السنة سمو تدهن يا مريكة تشوبو لينبر كان كبار إمام الحسن البصري إمام الحسن البصري برتهن كان ديري ده علماء السنة ده سيبر إخواني علماء السنة تأكل من زالمي سبأتو بلا علماء السنة سبقت من أبو حنيفة سبق مريكة تهودي سسأ بلا علماء السنة من برسه كان إمج الحسن البصري الحسن البصري إمام أهل السنة تعالى كاية القدر قدر تنقى سبقتو سلف كي سلف نعم سبقتو أن ترى علماء ين برسه كان الحسن البصري ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكاتبنا لَكَتَبْنَا برجوعه كِتَابًا يعني أدعوا سيبر كان أن كولونيا الحسن البصري، بر فهماً قدرية، تبي أو سيلا معك ابن عون، إبارة دي من يسأل، قالت، بتول، كمئة كان تلست كتاب، أنتم مننجو الحسن البصري أدا كيتان، وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل، يعني أدعوا غن، أدعوا غن. صلح تفسير كتب الإمام الحسن البصري، كلونيا الحسن البصري، منبر سوجوي، اتبون آه منبر اكوي، فهما قدريه، ينبوأ عليه واصل ابن عطاء، اتبون عمرو بن عبيد، اتبون معبد الجهني. سمعتوا؟ أيوب السختياني، برتهن كان الحسن البصري، ها، آه. سموني سنن أبي داود إخواني. سموا دنم كتاب سنن أبي داود كتاب أول كتاب السنة. حدثنا سليمان بن حرب ما شاء الله سبني سليمان بن حرب الإمام الكبير إمام أهل مكة إيه؟ قاضي مكة إيه؟ سليمان بن حرب الوشاحي طبعا إخواني دي لي الواشحي انت معرف الأزدي الواشحي طبعا هذا إمام كبير كانوا تأسيلة لا دي بيقولوا إمام أحمد نعم سليمان بن حرب قولوا إمام أحمد طيب طبعا عن حماد ابن زيد الله حماد ابن زيد قال سمعت أيوب السختياني يقول كذب على الحسن ضربان من الناس دو كبل مأنوسيا تيبو دان كليم سسواتو تيدا بنر الحسن البصري رحمه الله قوم القدر رأيهم أهل قدرية أهل بدعهني مريكا قونا الحسن وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم مريكا لارس كان فهما مريكا ينسسان maka mereka gunakan nama al-Hasan. Wa qaumun lahu wa qaumun lahu fi qulubihim shana'an. Dan satu lagi kumpulan yang sengaja nak fitnah Imam al-Hasan. Yaqulun alaysa min qawlihi kaza? Alaysa min qawlihi kaza? jadi dua aliran, dua kumpulan yang apa ni, boleh katakan mencemuhkan nama al-Hasan al-Basri, al-Qadariyah. Mereka nak lariskan pendapat mereka, maka mereka gunakan nama al-Hasan al-Basri, tapi sebenarnya al-Hasan al-Basri ikhwani. بيبس داربادة فهماً قدرية بحكاً دي إمام أهل السنة طيب كتاكاً باتشا لقي بانيا إن شاء الله أثر داربادة الحسن البصري إن شاء الله طيب إذا آه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة غافي أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان يعني عدي بن أرطأة

Allah takdir engkau akan diuji dengan begitu. Maksudnya tengok ikhwani hatta kesilapan tengok hebatnya Imam Al Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz hebatnya dia dalam bab uh, akidah dia dikata kepada uh, Gavino dia engkau silap tapi itu perkara yang Allah dah takdir dan engkau telah ditakdir untuk diuji. Biasa takdir subhanallah. Naam. Uh, in my country the highest islamic authority is ashara yeah they, they control everything now now all mosques are controlled by them yes even in militia same same akhi Every, everywhere everywhere akhi barakallah feek hay akhi hay. we are we, not, not only in your country everywhere ashara now the they uh, can control everything they can control the masjid surah. and they uh, uh, يعني سيبر كان فهم أمريكا ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب this is uh, this is, uh, their time. الله المستعان الله يا الله إخواني بكن هني دي مليشيا. سمو سمو حتى دي جيرماني سويدن uh, semua ikhwan yang pegang sekarang ni masjid di Australia semua sama ada asy'ariyah ataupun perisai asy'ariyah mudajjana saya kata dah asy'ariyah sebenarnya ikhwan ni siapa yang memudahkan jalan asy'ariyah bukan selain bukan selain daripada mudajjana khadamul asy'ariyah mudajjana ni yang mencari alasan oh, jangan dia takwil jangan marah kepada an-nawawi ibnu hajar Walaupun Ta'wid Ibn Hajar dan uh, Nawi sebijik seperti Bishal Marisi tapi uh, kitab Ibn Nawi banyak. Kita yang bagi ruang kepada syair. Subhanallah. Tahniah lah, tahniah. Taib. Jelas ikhwani asar ni insyaAllah. Boleh kita pindah ke asar lain, asar lain insyaAllah. Asar seterusnya. بسم الله قال الإمام المصنف الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني أبي يعني إمام أحمد بن حنبل حدثنا وكيع ابن الجراح حدثنا عمر ابن ذر سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول طيب الإمام الخليفة عمر ابن عبد العزيز بركته لو أن الله عز وجل أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس الله أكبر تقعني فهم من يندلم صحيح صحيح إخواني كلو الله سبحانه الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو الله سبحانه وتعالى لو أن الله عز وجل أراد ألا لا يعصى كلو الله سبحانه وتعالى تأنى تأ... كلو الله سبحانه وتعالى تأين أنت تدأ دي 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 الله تأكد شبه إبليس ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم أيوة نعم آية إني بون إمام الحسن البصري رحمه الله دي تانية طيب أولم الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله kata, لو أن الله عز وجل أراد كلو الله أراد يعني إن, إن أراد من الإرادة كلو الله سبحانه وتعالى هندأ أن لا يعصى تدا دي معصية يعني تدا برلاك أوغام ملوان الله كلو الله سبحانه وتعالى هند معصية تدا لوان برنتهنيا الله سبحانه وتعالى تدا أكن شبت إبليس طيب لم ديفينيسي سلاين ها دalam أرتلين أبوبلكاته آاا ها أي تانيه كنا بقى الله سبحانه وتعالى تبت إبليس هم كنا الله سبحانه وتعالى تبت إبليس الله تبت إبليس كرنا توجس ديا من يستمع نوسيا سبحان الله قدره الله سبحانه وتعالى الله ده تقدير سبتو إبليس كاتي قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ إبليس أكر قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي يا الله كرنا أنك وسسا كان أكو جلس طيب إخواني تنظر ملالؤي أثر أثر سلف ملا آثر آثر يا هبة إني سلف الصحابة كتتابعي تابعي كيت أكن إيشو القدر هم؟ طيب أخي راسي يو understand يو understand what's meaning of this أه؟ عمر بن عبد العزيز saying if الله سبحانه وتعالى don't want to لا يعصى ترجمه فوزية لا يُعصى تداء دي لكو كان معصياً وله همبارية So الله سبحانه وتعالى will not create إبليس تبقي الله سبحانه وتعالى create إبليس because he have this mission his mission سِلسَّأْ كان مَعْنُصِيَةً أبوه فوزيه ترجمها سكي أبوه مقصودين سِلسَّأْ كان Naam, barakallahu fik, akhi abriyan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala hendak tidak dilanggar perintahnya, maka Allah tak akan. Naam. Iblis was created to keep people astray. Betul saya sebut, Fauziah? Astray. Oh, astray, Fauziah. Eh? What's the meaning of, of astray? Sesat, ni Astray. Misguide. اوه ما شاء الله مس جايد هيومنتي بارك الله فيكم اوه مس جايد استري خوني طيب الله سبحانه وتعالى سب سمعتوا كمديان الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله باشا ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم ما انتم عليه بفاتنين يعني كمو بكن لَهْ بكن لا انتوا اللي بركوصه لتنيسكن ماوسيه ام مش جاي ذم بارك الله فيك اخي حي اخي حي فروم وير يو ار يو ار اخي حي بارك الله فيك ما أنتم عليه بفاتنين يعني كاموا واهي شيطان دجن بك الله كاموا ينبله من يسأكن إلا من هو صال جحيم كتشوالي مريكا يا الله تلله كان مريكا سباقي بمهوني أبي دراكا الله أكبر إني فهم السلف تقول إخواني أبوي يندي فهمي الخليفة عمر ابن عبد العزيز أدله دي فهمي جوغا الحسن البصري مم. طيب آه خالد الحذاء رحمه الله الإمام خالد ابن مهران الحذاء الإمام الكبير البصري طبعا من كبار علماء السنة في البصرة من قال ساتو تهون من قال تهون ساتو أمباتيجا الثبت الكبير كان يحبه الإمام أحمد طيب خالد الحذاء دلم كتاب سنن أبي داود قلت للحسن اكو تشكك بدا الحسن البصري ما انتم عليه بفاتنين؟ اي ما انتم عليه بفاتنين؟ الا من هو صال الجحيم؟ قال جواب الامام الحسن البصري الا من اوجب الله تعالى عليه انه يصل الجحيم. يعني جدا شيطان تابوله من يس كان مانوسيا كتشوالي مريك. يا الله واجب كان ابين راك التسنيم. طيب ادك شيطان دنجين boleh sesatkan kita ikut suka mereka? Baik, satu lagi soalan. Kalau Allah Subhanahu wa taala Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita ahli hidayah insya-Allah. Adakah syaitan dapat menyesatkan kita? Hmm? Fadhlu. طيب ما من اللي ان شاء الله سنة بكو بارك الله فيكم اخواني الاحبه tak boleh jika ditakdirkan kita kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan insyaallah kita ahlu kalau ditakdirkan insyaallah ya rab nasalullah zalik nasalullah insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang hamba dia orang yang Allah dah tulis dia ni ahli syurga maka syaitan dan jin tak akan dapat sebab tu kita takut dengan takdir sebab kita tak tahu nah بارك الله فيكم نعم أخي بارك الله فيك زقرني لست نام أهل نراك سده دي تقدير كان نعم تلاه دي تلس سبحان الله سبحان إخواني كتاب مين الله سبحانه وتعالى سبحانه اللهم اللهم إنا نسألك الجنة إخواني جاكم برهنتي اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الله سدي سمو kita tak tahu Kita ni tak tahu adakah kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tak tahu ikhwan Kita tak tahu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Barakallahu fik akhi hay, masyaallah. Akhi hay, you are from where? Saya saya teringin nak kenal, masyaallah. Masyaallah. You are so welcome akhi hay. Barakallahu fik. Tengok, tengok ikhwan ini bagaimana kita boleh bersatu atas aqidah salaf. Subhanallah. Sekarang ini saya dalam Facebook saya macam-macam. Saya dah banyak hok-hok buat-buat muda jenah saya dah buang. Betul ikhwan ini. Saya terpaksa jauhkan diri daripada ahli bid'ah, daripada ahli capat. Saya dekatkan diri kepada orang yang suka kitab salaf. Barakallahu fikum Arya. Barakallahu fi ya salam. Qul fa inna Allah ya salam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Naam dalam surah Ar-Ra'd." ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء الله بولي كان سبو سبو الله نا. ويهدي إليه من أناب الله سبحانه وتعالى بولي باقي هداية kepada siapa yang kerujuk kepada Allah. Sebab tu ikhwani, sikap orang yang insya Allah dapat hidayah selalu bertaubat. Selalu minta maaf dengan Allah. Istighfar. Barakallahu fikum. Ustaz, I will meet you, introduce myself, good willing, Masya Allah. Taib, taib, akhi, hai. Insya Allah, one day you you will coming. Insya Allah, welcome to Malaysia, insya Allah. Malaysia is a free country. <laughs> no problem, don't worry. Bagi saya, For me, actually, Malaysia better than another country. Yes, for me, we still have little bit uh, freedom to speak at least, uh, at last, at last in the uh, social media. Inshallah. Now, نعم. طيب إخواني سكة لقي سبب كي تنعبس جلس يا الله يعني أثر سترس صلوص... أو ني بانجام أو يعني كجوم جو كتبتش يعني بس ني كتبتش دلو أثر لا قال الإمام أح... الإمام عبد الله ابن الإمام آه قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى حدثنا إسماعيل التبوذكي يا سلام حدثنا أبو هارون الغنوي حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى ابن عفراء قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي يا رجلان من الذين يذكرون القدر او ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو ان هؤلاء اتوك يسالونك وقال اسماعيل مره يسالونك عن القدر ان زنى وان سرق او شرب فحسر قميصه حتى اخرج منكبه وقال يا ابا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به والله لو اني اعلم انك منهم او هذين معك لجاهدتكم يا الله إن زنا فبقدر وإن سرق فب سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر الله أكبر يا سلام ما هذا الأثر سبحان الله إسماعيل ابن علية يا الله ني نني سبني بكر إسماعيل تبوذك إخواني هذا إمام Guru إمام أحمد أبا نامديا سكجب 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 سنة سعيد يا سلام إخواني بنتين بنتين إسماعيل إسماعيل نعم نعم هذا إمام أيوة نيجو إمام أحمد يا سيد شاري باروني إسماعيل ابن إسماعيل ابن علية إخواني هذا بكان أتبوذكيني إسماعيل Ya Allah. Minta maaf eh, saya penting sangat ni. Saya suka sangat dia ni. Sama macam Yazid bin Harun, sama macam Abdul Rahman Ibn Mahdi, Ismail Ibn Uliyah, maula Bani Asad bin ahli Al-Basrah. Wa Uliyah, naam, nama Uliyah ni nama dia, nama ibu dia. Sebenarnya nama dia Ismail Ibn Ibrahim eh? Nama dia Ismail Ibn Ibrahim. Ibnu Uliyah. دي أبو بشر أبو بشر يروي عن عبد العزيز بن صهيب ولد سنة عشرة ومائة أيوة إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن سهم ابن مقسم مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين وماء نعم منين قال تهون سراتوس بن أبو هجرة رحمه الله تعالى طبعا روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعراقيون وقد روى شعبة بن الحجاج عنه حديثين كان شعبة سديري أم بيقدر يبادي الله أكبر طبعا هو من الثقات وثقه ابن حبان ووثقه الدار قطني طبعا إخواني مم قتل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر الأسدي مولاهم يعرف ابن علية ما شاء الله من أهل البصرة تابيدي اوغن كوفة سمع من أبي التياح الضبعي حديثا واحدا وروى الكثير عن عبد العزيز ابن صهيب وأيوب السختياني وأنا أريد أيوب السختياني وروى عن عبد الله بن عون الله أنا أريد أيوب وعبد الله بن عون إني لح إن علماء ين من دقة كان إمام أحمد تابعي بصا ابن عون أيوب السختياني سليمان التيمي هم؟ سليمان التيمي أي أنا إبراهيم ابن سليمان التابعي الكبير وداود ابن أبي هند وحميد الطويل الله وعبد الله ابن أبي نجيح حدث عنه ابن جريج أو عبد الملك ابن جريج وشعبة وإبراهيم ابن طهمان وحماد بن زيد وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد نيأني إخواني إسماعيل من كبار من كبار شيوخ أحمد من كبار شيوخ أحمد لِأَنْ أنت لقول بصة يعني تو إمام أحمد رحمه الله سيسبون إمام أحمد ابن حنبل بولي سمبي كبار ابن عون دان أيوب السختياني سليمان التيمي إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية سبحان الله وكان Ibrahim, ayah dia تاجرا من ahli الكوفه سبحان الله طبعا ni, ني dia ديا seorang yang alim tapi dia penyaga subhanallah Ibrahim ni melihat uh, lahir tahun 110 hijrah ya Allah rahimahullah Kata طبعا uh, nah طبعاً علماء كاتب أساليب كان ثقة ثبتا في الحديث حجة الله أكبر ما شاء الله خليفة هارون الرشيد لانتقيس باقي بنكتب زكاة سبحان الله يا الله ما شاء الله رحمه الله تعالى كان حجة يا الله حجة إخواني يا الله Saya suka sangatlah Salaf Saya sayang kepada Salaf Allahu Akbar Ikhwani tahu tak dia sempat dengan siapa? Dia sempat dengan Muhammad Ibn Munkadir Imam Ahli Madinah. Ya Salam Sempat dengan Muhammad Ibn Munkadir Muhammad Ibn Munkadir ni seperti Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar hmm. Akhlak dia tinggi sangat Ini yang saya cari lama ni يا الله إمام أحمد سبحان الله إمام أحمد سنة سنة قاعدة كلام إمام أحمد كتة ثقة ثبت علي ابن المديني جرو الإمام البخاري شيخ البخاري قال ما أقول إن أحدا أثبت في الحديث من إسماعيل الله أكبر يا الله حتى علي المديني قات أقول جرى اكون بأدري 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 اسماعيل الله اكبر وكان يعرف بحفظه كان حافظا يا رب العالمين دي الاقي هبة بدو وهيب بن ابي خالد ما شاء الله عبد الرحمن بن مهدي قال ابن علية يعني اسماعيل بن علي اثبت من هشيم هشيم بن بشير أهشين سبحان الله يا الله تيجوني إخواني تيجوا قال يا سلام قال علي ابن المديني المحدثون صحفوا وأخطأوا والله كنا تجلس والله يعني المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا أربعة يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد الله أكبر الإمام عثمان إيه؟ لا أحمد بن سعيد الدارمي قال لا يعرف لابن علية غلط إلا في حديث جابر سبحان الله ساتو صلاح حديثه يا الله يا لطيف اخواني تيغوني امام احمد قال هو مسؤول وجام يا الله متى ما سيمي إيمان سمانا اريني طيب اخواني تيغوني قال امام احمد كان حماد بن زيد لا يعبا اذا خالفه الثقفي ووهيب بن ابي خالد وكان يهاب او يخاف اسماعيل بن علي اذا خالفه حماد بن زيد الامام الثقه حماد بن زيد قولوا عبد الله مبارك دي تابدو لي كلو وهيب ابن ابي خالد صلح اتابون من يلا حديث دلم باب حديث اتابون حفلا تابي دي كلو حديث دي ادى سلاب كمديان ابن عليا تقول الله اكبر والله نحن بحر نحن قطره في بحر السلف كيتا ابره تي اي دلم لاوتا المسلف كيتا تعلم من Allahu akbar. Tayib maafkan saya saya kena berhenti dulu sebab saya nak catat pasal Ismail sebab saya jatuh cinta pasal Ismail. Seperti mana saya suka Abdullah bin Aun saya sayang kepada Said bin Musayyab Allahu akbar. Seperti mana saya jatuh cinta pasal Waqi' jatuh cinta pasal Al-A'mash jatuh cinta pasal Yazid bin Harun wa Abdurrahman bin Mahdi saya jatuh cinta pasal Ismail. Allah mahsyurna ma'as salaf. Ikhwani, insyaAllah asar ni kita akan baca semula ni. Kita nanti insyaAllah baca. Sebab ni best sangat-sangat ni. Asar ni, saya tak boleh baca dalam keadaan cepat. Ismail Ibn Aulayyah, apa saya boleh kata? Kana hafizan, sabtan, hujjah, faqihan, kana la yukhti' illa fi hadithin atau hadithin. Dan kana hafizan. Tadi kita sebut pasal seorang ulama' hafal dia dalam dada dia siapa ikhwan ni hmm. tadi kita sebut satu ulama hafalan dia dalam, dalam ingat tak siapa dia tadi hmm? siapa ingat Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi jangan lupa Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi hafalan dia semua dalam dada dia subhanallah ulama usyam Baik, insyaAllah saya nak buat catatan sikit pasal Ismail Ibn Aliyah. إن شاء الله تعالى، اللهم اللهم إخواني جنكت الدعاء. اللهم إنا نسألك يا رب أن تثبتنا على منهج السلف. اللهم ثبّتنا على منهج السلف. اللهم ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبّت قلبنا على دينك. اللهم احشرنا في زمرة التابعين. والصحابة وصحابة نبيك محمد اللهم احشرنا مع السلف الصالح مع الإمام أحمد واحشرنا مع إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة والإمام مالك وسفيان والإمام الأوزاعي والإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي وكل الأئمة والسلف الصالح اللهم احشرنا معهم اللهم احشرنا مع الذين ينافحون عن سنة نبيك Allahumma hshurna ma'al ladhina waqafu fi wajhi ahli al-bid'ah. Ya Allah, himpunkanlah kami di hari kiamat bersama mereka yang berdiri teguh di wajah ahli bid'ah. Mereka yang menegakkan sunnah, mereka yang mempertahankan sunnah, mereka yang menunjukkan kepada kita jalan as-salaf. Mereka yang melawan ahli bid'ah, melawan qadariyah, melawan jahmiyah, melawan al-marisiyah. Allahumma hshurna ma'ha ma ula'i ma ma salaf as-salih. اللهم اجعلنا منهم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد نشهد أن إلا نشهد أن لا إله إلا أنت أنت ربنا فوق عرشك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته